Everest Turizm ve Danışmanlık, turizm, vize, ikamet, oturum ve çalışma izni, gayrimenkul ve yatırım gibi birçok alanda yabancı yatırımcılara uzman ekibiyle danışmanlık hizmeti sunuyor. Biz de firma sahibi Muhammed Habbiş'ten çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgiler alıyoruz. منذ خمس سنوات أنا قادم إلى تركيا وهنا أعمل خدمات عامة لتركيا بالنسبة للأجانب بالنسبة للمغتربين الموجودين هنا وبسير لمعاملاتهم بالنسبة للعقار وخدمات عامة كاملة يعني أعمل كل شيء أنا الحمد لله أشتغل يعني بالنسبة لموضوع الإقامات وبالنسبة لموضوع الفيز للسوريين ولكل الأجانب موجودين بتركيا أو خارج تركيا وبالنسبة للموضوع العقارات مثلا بيجوا أصدقاء من برا مثلا أصدقائنا أو زباين مشتري يعني بيجوا من برا وبيشتروا منازل يعني وأنا متعامل مع أكبر الشركات موجودين بتركيا محمد حبش konuşmasında firma olarak verdikleri hizmetlerle yabancı yatırımcılara yol gösterici bir iş yaptıklarının altını çiziyor. كثير مهم هو الشغل هون موجود بتركيا كثير مهم لانه مثلا هون عم بيصير مثلا مشاكل بالنسبه لحدود يعني بالنسبه للسيستم وبالنسبه للوضع للسوريين بشكل عام بس بالنسبه للشغل هون لازم يكون اجباري ميسر لانه بعض الاجانب اللي عم بيجوا على تركيا ما عم يكون معهم لغه تركيه واللغه الانجليزيه شيء بسيط فلذلك نحن كثير شغلنا مهم بتركيا بالنسبه لتيسير وضع الاجانب بتركيا محمد حبش konuşmasının sonunda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sunarak vatandaşlık konusunda beklentilerine yer veriyor. عظيم إن شاء الله مثلا الرئيس رجب طيب أردوغان كيبين يرمي أوتش يعني 2023 مو بس لا إن شاء الله 2123 يعني كيبين يوز يرمي أوتش إن شاء الله الحمد لله الحمد لله نحن بالنسبة لهدفنا موجود بتركيا نحن الحمد لله صار في عنا مشاكل بسوريا والحمد لله يعني على كل دولة عم يصير فيه مشاكل وهذا امتحان عند ربنا الحمد لله وجينا لتركيا هون وبإذن الله تركيا أمان نحن بالنسبة لهدفنا طموحنا يصير عنا دولة استقرار ولقيناها موجودة في تركيا ويكون عنا رجل حاكم فعلا بقوة ورئيسنا رجب طيب أردوغان الحمد لله هذا الرئيس اللي وجدناه اللي مفقود بكل الدول هذا الرئيس الوحيد أقوى رجل في العالم جمهور باشكام رجب طيب أردوغان بان سني شوك سيبيورم الحمد لله بان دا كي تانا تجوك بار دها بي تانا جيلي جيك أركيك إن شاء الله أولوجاك أركيك أولوجاك اسم كويورم رجب طيب أردوغان هابيش Ben Muhammed Habbiş. İnşallah Recep Tayyip Erdoğan koyuyorum. Benim çocuk. Sadece bir şey istiyorum ben. Vatandaş. Vatandaş sadece bir şey istiyorum. Elhamdülillah her şey var bizde. Her şey hazır.